الناس كمان جمعت أولادك كل برهرجاتك وبنت لهم ديرة أمتا يا الناس كمان طوبك يا الهيلة ظهرت لك أم الله مغريك جنود الله أمتا يا الناس كمان أعطيت أذاني الغرقة بالمكان والدن أيها الصراج المنير زوجك الطبوية عملت بالوصية فضلت الأبدية كما شاء اسمك برية لعلمك بالخفية وسرك المعرية ما يحنس كما وأولادك مطيعين في شيء مجتمعين رتبت لهم قوانين أنبا يحنس كما عملت لهم ما كان للتسبيح والألحان والصلاة بإيمان أنبا يحنس كما أصوان بتقشوب الصلوات بلم بطع مزامير ومطاعيات أنبا يحنس كما ظهر لك أثناسيوس وقال لك أكسيوس ما كانك بالفيلوس أنبا يحنس للخير فالردوع يتفهم بلاد الصعيد في المحبة نادت أنبا يحنس كما روح الله سندك يا عمالك وقربتك بارد بتميزك أنبا يحنس كما صلك أبنى كثير واجتمعوا معاك في الدير أيها العمود المنير أنبا يحنس كما لك المال فرحت من أتعابك لقرب أيامك أنبا يحنس كما باركت أولادك وتركت لهم ليرتك مهدك وحرزاتك أنبا يحنس كما سلمت معك الليلة بدليل وفرح وبهاء نلت رأس الآباء أنبا يحنس كما عوات الملايكة أهدتك الباهية بأرشاليم السمائية أنبا يحنس كما في سطوب السمائي مع القديسين أيها الرب الأمين أنبا يحنس كما 25 جنيه إذا انطلقت في جسدك ودفنت في ديرك أنبا يحنس كما كتاب حوت وانا كزمان بص انت كابونا صورني شو مرة صورت دين صورة وانا هو بيصور من يقدر أن ينطق بكرامتك العظيمة يا أبانا الأنبا يحنس كام القس قد دعيت يحنس كام الأسود ولكنك قد أضأت وأنرت بنور الثالوث يا موسى الجديد الذي أهلك عماليق الذي هو الشيطان وأفكاره الرديئة يا يوسف الجديد في فضائله وفي بتوليته بغير عيب لأنك قد غلبت قوات المضاد وأطفأت سهام إبليس من الذي لا يتعجب من هذا الأمر العجيب الذي يفوق الطبيعة البشرية
وهو أن رجل وامرأة عائشان ببتولية ومضطجعين مع بعضهما بعض على سرير واحد، فمن أجل طهارتهما أقام الرب ملاكا يستر مضجعهما ويظلل على خدرهما، فهذا دلالة على طهارتهما. فاشتاق البار إلى السيرة الطاهرة الملائكية التي للرهبنة وكذلك عروسه أيضا. صارت في مسكن مع زار كثيرات وأرضت الله بفضائلها، لأنك صنعت قوات وآيات كثيرة. إن قلت عنك إنك ملاك فأنت ملاك ولست إنسان. البار بالحقيقة الأنبا يحنس كاما صار قسا وراهبا ومختارا بصلواته. يا رب أنعم لنا بمغفرة خطايانا. إن متحير فكري وعقلي مبهوت إذا ما تكلمت بكرامتك يا القديس أنبا يحنس كاما، لأنه من ذا الذي لا يتعجب من هذا الأمر المدهش الذي هو سيرتك الملائكية المرتفعة على البشرية؟ إذ لما خرج أنبا يحنس كاما من بيته تبعه ملاك الرب إلى الجبل المقدس الذي الأنبا مقار. وسلامه للشيخ الناسك أنبا درودي وذاك ألبسه الإسكيم المقدس الذي الرهبنة. ولما تنيح العظيم الأنبا درودي سكن الأنبا يحنس كاما في موضعه، فاجتمع إليه 300 راهب وصار له بنين روحانيين مقدسين للرب، ومضى إلى الجبل المقدس الذي العظيم أنبا أنطونيوس بتدبير من المسيح إلهنا لأجل خلاص الإخوة. ثم رجع إلى جبل ميزان القلوب فخرج أولاد لقائه مثل أولاد العبرانيين. لما خرج لقاء مخلصنا الصالح صار لنا مرشدا وميناء خلاص يدعون بتعاليمه إلى الحياة الدائمة. ثم ظهرت له العذراء مريم والدة الإله وقالت السلام لك يا من قبل ابن الحبيب. ولما أكمل سيرته الملائكية جمع سائر أولاده قبل نياحته وسلم لهم وصاياه، وأخيرا أسلم روح الطبوية في يد المسيح وهو بشيخوخة حسنة وعيد مع جميع القديسين. اطم رب عنا يا ابونا أنبا يحنس كاما يغفر خطايانا أمين. Oh,
بهنا لازم السماء تقدس بسم الله رب تتقن شيك بسم الله حاضر تقرب كل سنة طيبين أبو عاص.